وقد أشار سعادة السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب في تصريح خاص لمركز الأخبار إلى التطور في العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بفضل قيادة البلدين الحكيمتين. الملا أشاد أيضا بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تطور على كافة الأصعدة بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين. أرفع أسمايات التهاني والتبركات إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية. وهنا لابد من الإشادة بالعلاقة التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، والتي جاءت بفضل قيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. ولو فتني أيضا أن أشيد بالعمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية سواء للأمة العربية والأمة الإسلامية، وأود أن أؤكد أيضا الدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في أمن واستقرار المنطقة ككل، وبالدور الإنساني الكبير الذي تلعب في المملكة العربية السعودية، وهذا الشيء نفتخر فيه جميعا حقيقة. وكذلك أود أن أؤكد بأن ما يربطنا بالمملكة العربية السعودية هو ارتباط كبير وعلاقة وطيدة. كذلك أود أن أشيد بما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم وازدهار خصوصا في الملف الاقتصادي بفضل القيادة الحكيمة لعاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.